بتكلم برضو عن الدوكيمنتس اند ريكورس، ودي واحدة من الأشياء اللي بتتعلق بعد ما تطلع النتيجة، وفي شيء قبل ما تطلع النتيجة كيف تحفظها، لأنه حفظ المعلومات في المختبرات دي من الأشياء المهمة شديد. هي اللي بتوريك إنه أنت عارف تسوي شنو وعايز تسوي شنو والديفكت اللي حصل فيه شنو وهكذا. فنتكلم عن الدوكيمنتس اند ريكوردز. طيب لما ننتهي المفروض نكون explain the difference between documents and records، لأن في فرق كبير بيناتهم. describe the hierarchy الهرم of documents and the role of each level. outline the contents of a quality manual. outline the contents that should be included in a standard operating procedure. برضه explain the important steps or elements of a laboratory document management system. برضو describe the methods and tools to properly store documents and records. السيناريو اللي عندنا هنا قال شوف الحاجات ال distributed في التيبل دي، حاجات كثيرة متوزعة، دايرين نعرف هي هل هي records ولا documents. طيب نخليها دي في الآخر لحد ما نعرف شيء عن الفرق بين ال documents وال records. Why do laboratories need to manage documents and records? To find information whenever it is needed. مهمة الـ documents organization إنك توصل للنتيجة أو توصل للحاجة اللي دايرها whenever you need it. وده بيتطلب إنك بتحطها في بطريقة صحيحة بمعيار معين في suitable place وهكذا، وتوصل لها whenever you want it. طيب الـ documents and records how do they differ؟ الفرق بيناتهم بيجي كيف؟ نعم، the documents communicate information via policies, process and procedure. احنا قلنا في فرق كبير بين البوليسيز والبروسيس والبروسيديا. البوليسيز دي الحاجات المفروض تعملها، والبروسيس دي الخطوات المطلوبة، والبروسيديا how to ريتش اللي هي ستيب ستيب تو ريتش ذا وات يو نيد. الفرق التحدي ده ان نيد ابديتنج، نيد ابديتنج فعلا الدوكيمنت لانها حاجه مطوره طوالي محتاجه لابديتنج. بس بالعكس هنا البيرمننت دو نوت نيد دو نوت تشينج، ما فيها تغير. نعرف اكزامبل بسيط هنا، لو طلعت النتيجه بتاعت معمل انا ممكن اسميها هي ريكورد، لكن ما هي ما بتحتاج لشنو المعنى كابشر انفورميشن اون ورك شيتس، تجمع المعلومات في اوراق ليبل اند شارت، بتعمل بشكل ليبل اند شارت، بتكون موجوده بتحتاج لها بتطلعها وما بتحتاج لتغيير. ده اهم شيء. Information is the major product of the laboratory. نعم، الانفورميشن دي اهم شيء بيطلع من المعمل، اللي هي خلاصه العمل اللي اشتغلته في اللابراتوري. عشان كده محتاجه لكير، محتاجه انك تحفظها بطريقه صحيحه. وبل نحن يمكن نجي نتكلم مره عن الانفورميشن مانجمنت في الكمبيوتر وفي بيبر شيت وهكذا، في الحاجات اللي نفرق بيناتهم. البوليسيز اللابراتوري دوكيمنت تتكون من بوليسيز بروسيس اند بروسيديا، ثلاثة حاجات. نيجي نشوف المعنى حقهم. البوليسيز ذا وات تو دو، زي ما قلنا البوليسي معناها تعمل شنو، الأوامر أو الحاجات المطلوبة. الريتن ستيتمنت اوف اوفرول انتنت and directions defined by those in the organization and endorsed by management. معلومات تتكتب وتتملك للناس، وده according لل ISO CLSI. البوليسيز tell what to do، تعمل شنو، عشان كده سموها بوليس سياسات. in a board and general way. includes the organization mission goals and purpose.
serve as framework for quality system should always be specified in the quality manual. لازم تكون طوالي مكتوبة في الكواليتي مانوال لأنها زي الأوردر، أعمل كده وأعمل كده وأعمل كده، دي بسميها بوليسيز أو سياسات. البروسيس دي كانت وات تو دو، دي هنا هاو إت هابنز، حصلت كيف. إذا هي a set of interrelated or interacted activities اللي هي نشاطات مشابكة مع بعض that transform inputs into outputs. Related or interacted activities that transform inputs into outputs. The according to ISO 9001. The process describes the steps involved to carry out qualities. How to carry out policies. Easy represented in flowchart. ممكن تمثلها في flowchart أو وطبر الحاجة اللي بتوضحها في الاستاتيستيك. Involve a series of steps usually occurring over a period of time. طيب البروسيديا how to do اللي هي standard operation procedure SOP step by step instructions for performing a single activity اللي هي دي بتكون الجوب ايد بتساعدك في العمل. Shortened version of the SOP and does not replace SOP. كلنا عند الفيرشن نتكلم عن الاس او بيز لكن ما بأثر الاس او بيز كلها، فلذا انظر في طريقه مختصره كده سموها هاو تو دو. اذا عندنا وات تو دو و وات تو دو وهاو هاو ات هابنز وهاو تو دو ات. الهيركري دوكيمنتس اللي هي الاهرام الرقم الاهرامي ليو بروسيدير بروسس بوليسيز هاو تو دو ات how it happens, what to do. Why are documents important? Yes, it's essential guidelines for laboratory. اللي هي quality manual, SOPs, reference material. دي كلها ممكن تكون documents اللي هي تحتاج لـ update. Required by formal laboratory standards وتحتاج يعني تتعامل بالـ الحاجة الستاندر العادية في المنظمة. Documents are communication the quality management system. الدوكيمنت بتعمل communication لكل ال 12 essential دي، يعني ممكن توصل ال personnel بال occurrence manager، توصل ال personnel بال equipment، توصل ال equipment بال engineer، توصل ال safety بال quality control وهكذا. إذا communication. الverbal instructions often are دي عندها عيوب الكوميونيكيشن لما يكون فيربال، اول حاجه ما بتكون نوت هير مس اندرستود كويكلي فورغوتن ديفيكلت تو فولو ما من السهوله تتابع. دوكيومنتس ار ريفليكشن اوف ذا لابوراتوري تو اورجنايزيشن اند تو كواليتي مانجمنت، هي ريفليكشن او انعكاس لعمل الاورجنايزيشن. ا جود رول تو فولو از دو وات يو روت، تعمل الحاجة اللي كتبتها and write what you are doing، يعني ما تعمل حاجة انت ما تكتب حاجة انت ما بتعملها او تعمل حاجة وما تكتبها. Do what you wrote and write what you are doing. Good documents are clear, user friendly, split accurate up to date. من مواصفات الدوكيومنتس دوكيومنتس فور وير بروسيس شود بي اسيسبل تو ستاف ات اول. ايوه الدوكيومنتس اللي بتتعامل دي لازم يكون يعرفها كل الستاف، ومعرفة الستاف ليها بمعنى انه هي ويل هيلب يو في التطبيق بعدين، لكن لو هو ما عارفها ما تطبقها معاك بالطريقة الصحيحة. الحاجات اللي تحتاج لها instructions on handling incoming samples، توجيهات لا تستلم العينة الفلانية الفلانية كده، عندك rejection criteria اللي تكون برضها مكتوبة،
الكونديشن كرايتيريا دي ممكن تكون تابعة للدوكيمنت اللي هي ممكن تتجدد، يعني ممكن كل مرة يقول لك والله الكرايتيريا حقتنا دايرين معاها كده، ما في ليكيز، ما في الكونتينر نوت سوتابول وكده. الكواليتي مانيوال is a document describing the quality management system of an organization. ده ناس ISO 15189، ودي ال ISO اللي عندها علاقة بشغل المعامل. قال quality manual is a document describing the quality management system of an organization. طيب ال quality manual communicates information serves as a framework or roadmap for meeting quality management system requirements. Demonstrates management to a requirement committed to a quality. This quality manual بيعمل تواصل، هو هو مع دوكيمنت لكن بواصل لما يكون موزع لكل الناس بيبقى واصل واصلة بين الناس الشغالين في المؤسسة كلهم. Serve as a work frame or road map بشكل خريطة طريق للشغل. برضه ديمونستريت المانجمنت كوميتمنت تو كواليتي. الرايتنج اوف كواليتي مانيوال ستايل اند ستراكشر ار فليكسيبل، طريقه يعني ميك تو بيست ميت ذا نيدز اوف لابوراتوري اند اتس كاستمرز. رايتنج اوف كواليتي مانيوال فورم ستيرنج كوميتي تعمل اجتماع للناس كلهم عشان تطلع describe how the related quality process for care or different procedure. Key point only one official version. أيوة أنت بعد ما تطلع version معين بتبدأ تشتغل به، إذا ده تجدده you will omit the previous one، تشتغل به الجديد. Never done always being improved read and accepted by everyone. Use the best adapted language. Yes, I got a very big job but very useful. يعني حاجة كبيرة، وظيفة كبيرة لكن لها مهمة شديد. The standard operating procedure or SOPs describe how to perform a test using step by step. يعني تستعملها في التست حقتك، اذا استعمل يوريا ستيب 1 كده ستيب 2 كده ستيب 3 لحد ما توصل للاخر. ريتن اس او بيز هيلب انشور بيساعدك على الكونسيستنسي الثبات والاكيورسي والكواليتي. ال جود اس او بيز بروفايد ديتيل كلير اند كونسيس دايركشن فور تيستنج تكنيكس. Easy understood by new personnel. طبعا الاس او بيس لو ما كانت مفهومه للناس الجداد والقدام ذاتها بتكون ما فيها فايده. Easy reviewed and approved by management is updated on a regular basis. Standard operating procedure دي الفورمات حقتها. Computerized procedure standardized اللي فيها head فيها version chapter reference فيها الاوصل منو كتبها وvalidator. طبعا احنا ناسي هنا مرات بنقوم نكتب ال SOPs خطوات بس 1 2 3 4، لكن المفروض تكون هيدد بالطريقه دي من العملاء ومشاركه. طبعا العمل بيكون في مشاركه منو وابروف بين منو كده حتى من بعد، لكن او تجيك من ناس المانفاكشرز وسيدات تشتغل بها برضه تحطها قدامك في المكتب وتشتغل بها. When preparing SOPs, determine a procedure to use, الطريقة اللي عايز تستعملها. Assess scientific validity, include each step
gather all documents, establish means for updating. الأربعة خمس حاجات دي مهمين عشان تعمل اس او بيز. وبرضه نقول تاني بمشاركة a group of workers. نمشي تس يخش ملكات بالطائرة المقترحة على instructions, degree, examination و post. A reference to verify the membership is established. Postal name, approval, signature, initial and date. Do not rely solely on manufacturer product itself. ما تعتمد بس على السيرة مع اللي داخل لك المانفاكشر، لكن يوز ات بطريقة لو فيها ديفكت ولا كده حاول اتلافها. السير do not provide specific information for test sites such as materials required but not kit. فعلا لما تلقى بعد ذاك البنفلت الموجودة في المحلول او كده تلقاها ما فيها بعض الحاجات، يقول لك هي في الاس او بيس موجوده عمل كده وكده وكده، لكن لما تجي تفتش الصندوق حقا تلقاها ما في. سبيسيفيك سيفتي ريكويرمنتس اكسترنال كواليتي كنترول ريكويرمنتس دي السير دو نوت بروفايد سبيسيفيك انفورميشن فور تيس سايت، دي لو ما جاتك انت برضه ممكن تعملها. الدوكيمنت كنترول اليمنتس سيستم فور اورجنايزنج سوشيال نمبرينج اور كودينج approval distribution and revision process master log that describe which documents are in circulation عن تعرف اللوج بوك او الاس او بيس الشغاله شنو. مرات بيكون كثيرات وواحد ما بيكون متذكر ياتولنا، عشان كده المثله بتاعت الديت وانك شغال بكده دي مهمه. ولو عملت تطور فيها برضه تكتب انه والله الاس او بيس اللي عملتها دي كده، لكن احنا عملنا ليها ابديت. Control document, SOBs, text articles, reference book, equipment service manual, regulation and standard. The control documents. The documents of origin include in the laboratory document, control system, instrument service manual, industry regulation, ISO standards and reference useful documentation. دي الحاجات اللي تكون موجودة في الدوكيمنت. النمبرنج سيستم اللي هو طريقة الليبل need uniform numbering system. Do not change a current system that works. One system letter for the type of document and then an incremented number اللي هو يا تكون كاتبة بالأرقام أو تكتب بالأرقام ومكس معاها الحروف. Preparation, review and review, revision, issue distribution and approval fails, then issue distribution. دي الخطوات برضو اللي بتطلع بيها الدوكيمنت مهما تكون صغيرة ولا كبيرة. في ريفيو مراجعة عليها هداة وبعدين نعمل ريفيجن بواسطة ناس كده. Implementing document control, collect existing documents and records, review and update, determine additional needs, develop or obtain documents, forms, worksheets, logbooks, labels, involve stakeholders. Why are records essential? تكلمنا عن الدوكيمنت، نتكلم عن الريكوردز. Continuous monitoring of quality system, management tools. Identify problems. Sample tracking throughout the process. دي الفائدة بتاعت الريكورد، أول حاجة بنجيبها من الريكورد، عشان كده مهمة برضه إنها تكون مكتوبة. Laboratory records, sample log book or register, where books sheet, instrument print house, maintenance records, quality control data, external quality assessment, and professional test records. Patient test report, sample log, book
or register في مكونات الأمريكية الريكورد. طيب دي الشيء الجميل اللي وقفنا فيه. ممكن نجي نعمل ممكن نجي نعمل فيه الدرس حقنا. طيب دي الالكترونيك سيستم اللي هو ممكن نستعمل كمبيوتر بيز ولا بيبر بيز، ولكن نحبذ دائما الكمبيوتر بيز. سمري دوكيومنتس دوكيومنتس انكلود ريتن بوليسيز بروسيس اند بروسيديا نيد تو بي ابديتد اند مينتيند. الريكوردز include information captured in process are permanent, do not require updating. A good document control program, most current version used. كنا دائما نشوف ال version الأخير، يكون عندك كم حاجة لكن بتشوف الأخير لأنه بيكون جديد. Availability and ease of access. Availability and ease of access وجود وسهل الوصول له.